المشهد راهن متأجج، وأصبحت تداعيات الأحداث وتلاحقها حامية الوطيس ربما حالة من الترقب والنذر، حالة من التأهب القصوى بالتأكيد لدى إسرائيل، وتوقعات برد من الجانب الإيراني إن كان بشكل منفرد أو بالتنسيق مع محاور المقاومة، كما أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في تصريحاته الأخيرة. ربما أيضا من المستحدثات إعلان حركة حماس اختيار يحيى سنوار رئيسا للحركة خلفا للراحل إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي. وتتهم إسرائيل سنوار بأنه العقل المدبر للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي. كانت إسرائيل قد اعتقلت سنوار عدة مرات وحكمت عليه ب4 أحكام مؤبد. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا في الاستوديو المستشار خالد الكيلاني الكاتب والمحلل السياسي وهو المحامي بالنقد أيضا. أهلا بك. أهلا بك. يعني بالتأكيد يعني لنبدأ بهذا القرار الأخير من قبل حركة حماس. ها هو سنوار جاء ليخلف إسماعيل هنية كرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهناك يعني صولات وجولات بينه وبين إسرائيل مطلوبا لدى الجانب الإسرائيلي على مدار فترة طويلة جدا. إلى أي مدى يمكن لذلك أن يؤثر على الوضع المتداعي بالأساس في المنطقة في الأراضي الفلسطينية وفي إطار التصعيد الإسرائيلي على أكثر من جبهة، والذي زادت وتيرته وحدته في الأيام الأخيرة بسياسة الاغتيالات التي تبعناها؟ والحقيقة ده تصعيد على التصعيد بالضبط. يعني اختيار السنوار أيضا نوع من التصعيد. يعني أنا قلت هنا أكثر من مرة منذ أول شهر من بداية هذه الحرب العبثية ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين، أو بالنسبة لي أنا هي حرب إبادة من ناحية إسرائيل، حرب إبادة جماعية من ناحية إسرائيل، قلت أنه لا حركة حماس أو السنوار تحديدا ولا نتنياهو عايزين إنهاء هذه الحرب. الطرفين في مصلحتهم إشعال الموقف. اللي حصل في اللي بيحصل طوال الوقت بيؤكد ما ذهبت إليه، إنه نتنياهو بسياسة الاغتيالات آسف في التعبير، هستخدم تعبير حقيرة لا تليق بدولة أو برجل دولة أو برئيس وزراء أو بدولة بشكل عام، يعني لأنه الاغتيال ده عمل خسيس، يعني الاغتيال السياسي عمل خسيس أو أي اغتيال، يعني أنت بتحارب حارب في النفس الإنسانية بالزبط. يعني بالظبط كده طبعا، ولا لا يليق به. فهو بيصعد انه لانه عايز المساله تستمر، فبيصعد في مساله الاغتيالات طوال الوقت. لكن اسمح لي في هذه الوقفه، هو كان بيصعد عسكري ويمكن في سياق نفس اللي حضرتك بتقول كان بيصعد بالاساس. ايه الاضافه بقى اللي بتمثلها سياسه الاغتيالات الاسرائيليه؟ لا، الاضافه طبعا انه الاغتيالات بتزيد احتقان المساله، وخاصه انه هؤلاء الناس يعني الحركات اللي بتسمى بالجهادية بيشخصنوا المسائل شوية، إنه يعني 50,000 ماتوا في غزة حاجة وإسماعيل هنية حاجة تانية. فاغتيال إسماعيل هنية واغتيال عدد من قيادات الحركة حركة حماس وحزب الله وبتاع، ده طبعا سياسة مرفوضة من إسرائيل. فؤاد شكر كان قبل اغتيال، كان قبل اغتيال هنية واحد. الحاجة التانية كمان اختيار حركة حماس ليحيى السنوار، يعني طب انت عايز ايه من اختيار؟ السؤال هو انا بستهدف ايه؟ وانا بستهدف حل المشكله وان انا استكمل التفاوض من اجل جلاء اسرائيل من غزه ووقف الحرب العبثيه دي ووقف المقتلة اليوميه اللي بترتكبها اسرائيل في غزه، ولا انا بستهدف ان انا ازيد النار اشتعالا؟ السنوار موجود في احد انفاق غزه، لا يستطيع ان يتفاوض، ولو خرج من الانفاق سوف يقتل فورا، ولو استطاع الهرب خارج الأنفاق إلى أي دولة أخرى سوف يقبض عليه فورا، حتى لو الدولة دي كانت تركيا أو قطر هيقبض عليه فورا، لأنه مطلوب دوليا ومطلوب للقتل إسرائيليا، يعني مستهدف بالقتل إسرائيليا ومطلوب للعدالة دوليا، لأنه على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية وكل الدول الغربية. فإيه الهدف وأنا عندي 18 شخصية موجودة غير إسماعيل هنية موجودة في المكتب التنفيذي لحركة حماس اللي بيتم منهم اختيار رئيس المكتب السياسي، اللي بيتم منهم اللي هو برضو المكتب التنفيذي. حضرتك تسمح لي أتبنى الرأي المقابل. اتفضلي. قد يقول قائل الأفق السياسي
بيواجه طريق مسدود من الأساس، لأن ما فيش مجال تفاوضي يعني، والقضايا الشائكة جميعها يعني لم تحسم وهي عالقة بين الجانبين، وما تقوم به إسرائيل والتصعيدات الأخيرة ضربت في مقتل أي أفق أو أي مجال للحديث عن تفاوض أو عن صفقات متبادلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أنا متفق فندم معك جدا، لكن الآن المنطقة والإقليم بل العالم كله أصبح على صفيح ساخن. الآن إحنا في حالة في المنطقة تحديدا منطقة الشرق الأوسط كله بالكامل لم يمر بها العالم منذ أكثر من 50 سنة. صحيح. يعني منذ تأميم قناة السويس سنة 56 لم تمر المنطقة بهذه الظروف الحساسة والخطيرة للغاية حتى الآن. طوال 50 سنة تم فيها كذا حرب على فكرة، يعني حرب 67 و73 وقبلها 56 وحروب أخرى لم تصل إلى التصعيد وحالة الاحتقان في المنطقة. إحنا على شفا حرب إقليمية ممكن تبقى في أي لحظة، بالإضافة إلى أنه نتنياهو وأيضا في الجانب الآخر حماس، أنا لا أبرئ حماس برضه، لكن طبعا نتنياهو هو المعتدي الأول. يعني نتنياهو وإسرائيل، نتنياهو بالتحديد ما عندوش مشكلة أن تبقى حرب عالمية، ما عندوش مشكلة، وخاصة هو عايز يعني يستغل الوقت اللي فيه بايدن هذا الرجل الضعيف في أمريكا لإشعال حرب عالمية، لأنه لو جه ترامب مش هيقدر يعمل كده، لو جه ترامب في الحقيقة مش هيقدر يعمل كده نتنياهو. فبالتالي لما أنا في الجانب الآخر أختار واحد مقاتل تحت الأرض يبقى هو الرئيس المكتب السياسي الحركة، ودي لم تحدث في تاريخ الحركة باستثناء الشيخ أحمد ياسين كان مقيم في غزة لكن ما كانش برضو بيحمل السلاح، لكن بعد كده كل رؤساء المكتب السياسي الحركة كانوا من الخارج، يعني إيه من فلسطين الخارج، يعني في قطر في الدوحة في مش عارف فين، في يعني آخرهم طبعا كان إسماعيل هنية لم يكن مقيما عندما اختير رئيس المكتب السياسي لم يكن مقيما في غزة. فأنا اختار واحد يعني مختبئ تحت الأنفاق ومطلوب حيا أو ميتا لعدة جهات عشان يبقى رئيس المكتب السياسي. طب هو يتفاوض ازاي وهيتفاوض بمين وهيتفاوض مع مين اذا كان اللي ممكن يتفاوض معهم هيرفضوا اصلا يقعدوا معاه، لان هم بيعتبروه هو العقل المدبر ل 7 اكتوبر. هل ده ممكن بشكل او باخر استاذ خالد يكون بيعزز من فرضيه او سيناريو ان يكون في ردود فعل انتقاميه في مواجهه يعني التصعيد الاخير يعني و تصفية كوادر سواء في حماس أو في حزب الله اللبناني، أن يكون كما أكد حسن نصر الله مؤخرا هيكون في رد قوي جدا إما بشكل منفرد أو بالتنسيق مع محاور المقاومة؟ ما الذي يقصده بمحاور المقاومة؟ هل حماس موضوعة في الاعتبار أم أن فيها ما يكفيها من تحديات بيفرضها يعني الحرب المستعرة في قطاع غزة؟ بص حضرتك، حماس أحد المحاور، أحد محاور المقاومة، ولكن حسن نصر الله يتحدث باسم حزب الله وليس إيران. باسم حماس أو باسم إيران وليس باسم إيه؟ باسم حركة حماس. الحاجة الثانية أنه مش في مصلحة حد التصعيد، يعني إذا كان حسن نصر الله بيتحدث عن أعمال انتقامية فمش باختيار المكتب السياسي، مش باختيار رئيس المكتب السياسي. يعني كان موجود إسماعيل هنية وكان موجود قبل منه خالد مشعل وآخرين، لكن استمرت المقاومة في العمل داخل الأرض المحتلة داخل غزة. فما يمنعش أن أنا أختار رئيس مكتب سياسي معتدل أو حتى مش معتدل بس يستطيع التفاوض أو في إمكانياته أن يتفاوض والآخرين هيقبلوا يقعدوا معاه زي ما كان إسماعيل هنية مثلا. والفرق بين أن أنا أختار واحد متهم بأنه هو العقل المدبر ل 7 أكتوبر عشان يتفاوض، طب معلش حط نفسك مكان الطرف الآخر، مين هيرضى يتفاوض معاه؟ يعني هل أمريكا ولا إسرائيل هترضى تقعد مع، ممكن مصر وقطر يقبلوا، لكن هل أمريكا ولا إسرائيل ممكن تقبل تقعد مع السنوار وتتفاوض معاه؟ هو أنا بحل المشكلة ولا بعقدها؟ يبقى أنا كده بعقد المشكلة. هل مقبول أن المجتمع الدولي الآن يطالب إيران بضبط النفس مع غض الطرف لما تقوم بإسرائيل؟ ويمكن ده كان موضوع انتقاد ويعني أوصلوا في تصريحاته حسن نصر الله. شوفي حضرتك، احنا تأكدنا منذ عقود طويلة جدا أن هذا المجتمع الدولي مزيف
وعاري من كل الأفكار التي يدعو لها حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والكلام ده، وأن هذا المجتمع الدولي يعني عنده مقاييس مش بمعيارين، بمئة معيار. المجتمع الدولي يطالب إيران بضبط النفس، ويطالب أيضا حزب الله بضبط النفس، ويطالب حماس، ويطالب كل الذين ليسوا مع أمريكا والغرب بضبط النفس في الوقت الذي يشجع فيه الطرف اللي معاه أو الطرف الذي يؤيده اللي هو حكومة إسرائيل للعنصرية اللي برأسها بنيامين نتنياهو على الاغتيالات. يعني هو اغتيال الرجل بتاع إيران اسمه إيه؟ بتاع حزب الله إبراهيم فؤاد شكر. فؤاد شكر نعم. تم في اليوم التالي لعودة نتنياهو من أمريكا، ثم اغتيال هنية بعد كده. يبدو أنه كان متفق على ده في أمريكا يعني، أو أنه الإدارة الأمريكية لم تستطع، رغم أنها دلوقتي بتتنصل وبتندد وتدين نتنياهو، لكن لم تستطع أن تثني بنيامين نتنياهو عن خطته، لأنه خطة الاغتيال بتاعت إسماعيل هنية موضوعة من شهور فاتت يعني، وأكيد الإدارة الأمريكية على علم بها. لم تستطع أن تثني نتنياهو من اغتيال إسماعيل هنية بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معاه، لكن الاغتيال مرفوض، وفي نفس الوقت ده في اعتداء بغض النظر يعني برضو عن كثير من الأطراف بيحملوا هذه الاغتيالات المسؤولية لإسرائيل في المقام الأول والدعم الأمريكي طبعا يعني درجة ثانية. الموضوع برضو تعدى مرحلة الاغتيال، يعني هو برضو اعتداء على سيادة دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، اتفقت أو اختلفت معها أمريكا أو اتفقنا أو اختلفنا معها، هي في النهاية دولة ذات سيادة. إزاي أدخل جواها واغتال ضيف عندها في حضور مناسبة من أهم المناسبات الوطنية بالنسبة له اللي هو تنصيب رئيس جديد؟ يعني ليه وليه أغتاله وما سوف يؤدي إليه الاغتيال بالنسبة لإسرائيل؟ إيه الفايدة؟ أنا حد بس عايز حد يقول لي ما الذي استفادته إسرائيل من اغتيال إسماعيل هنية؟ هي مش قادرة تجيب السنوار، مش قادرة تعرف الأسرة بتوعها ولا المخطوفين بتوعها فين، هي حتة في غزة، فتروح على بعد 3000 كيلومتر وتغتال واحد كان رايح ضيف في حفلة؟ ده منطق غريب جدا يعني. وفي نفس الوقت مصر دوما بتأكد على حق الدول في سيادتها ووحدة أراضيها، وإشارة واجبة أيضا إلى الاتصالات التي جرت سواء على المستوى وزراء الخارجية بين مصر والأردن ومصر ولبنان، وعلى المستوى الرئاسي بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن. يعني كيف تقرؤون أهمية ودلالة مثل هذه الاتصالات خاصة في مثل هذا التوقيت بالغ الحرج؟ نمرة واحد، أن مصر من اللحظة الأولى أدانت سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وأدانت التصعيد الإسرائيلي وأيضا التصعيد من الجانب الآخر، بس في الوقت اللي حصل فيه الاغتيالات كان تصعيد من جانب إسرائيل، والحقيقة أنه التصعيد الإسرائيلي يعني مبالغ فيه يعني حتى لو كان هناك مبرر برد فعل على اللي حصل في 7 أكتوبر، لا يعني الموضوع تجاوز 7 أكتوبر من الأسبوع الأول، من أول أسبوع بعد 7 أكتوبر مع حكومة الحرب. السؤال بقى، وده بوجهه للعالم كله وعلى رأسه أمريكا، هل من المقبول أن تقوم إيران أو تقوم حركة حماس أو حزب الله باغتيال سموتريتش مثلا، ولا الوزير المالية الإسرائيلي، ولا اغتيال إتمار بن غفير؟ دول متطرفين، بتكلم عن ناس متطرفين، هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي اللي بيطالب بمحو الفلسطينيين على الخريطة من الـ من الـ من الـ من الحياة، ومحو العرب مش بس. وهل مقبول إنه حد من دول يقوم باغتيال بنيامين نتنياهو؟ كيف كان سيتصرف العالم وقتها إذا حدث هذا؟ ما تقوم به إيران حتى الآن هو هجوم بمسيرات على أهداف ومواقع إسرائيلية. هل يقرأ ذلك في سياق الرد؟ يعني كثيرون يتوقعون بأن يكون الرد مزلزلا، وأن يكون من نفس جنس الاعتداء الإسرائيلي، قد يصب في الاغتيالات كما تفضلت منذ قليل، أو يأخذ مناحي أخرى. هل تتوقعون أن يكون هناك رد قاسي، أم أن المسألة ضجيج بلا طحين، ومن هذا المنطلق لا نترقب حربا شاملة مفتوحة واسعة النطاق كما يتخوف البعض أو كثيرون؟ لا، المسألة ضجيج بلا طحين، ضجة بلا طحين يعني، لأنه إيران طوال الوقت مش بتحارب بنفسها، يعني هي بتبعد نفسها عن الحرب
هي مش عايزه تدخل حرب او عندهاش قدره او ما عندهاش اراده او عايزه تكمل مشروعها النووي. ايران مش عايزه تدخل في حرب، طول الوقت بتحارب بدماء الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين والعراقيين والسوريين. ما يعني ده خلينا نسمي الاشياء بمسماتها، ايران لا تريد الدخول في حرب لا مع اسرائيل ولا مع الغرب ولا مع اي حد في الدنيا. هي عايزه وحتى لما عملت الحركه بتاعت المسيرات في الشهر قبل الماضي اللي هجمت بعد اغتيال 7 من قاده الحرس الثوري في دمشق، كان بالاتفاق مع امريكا واسرائيل لانها كانت هجومات محدوده في اماكن محدوده وبالاتفاق معاهم، وكانت الصواريخ او القبه الحديديه مش الاسرائيليه بقى ده الامريكيه والبريطانيه والفرنسيه في انتظار مسيرات وصواريخ ايران وتصدت لها، وما حصلش حتى ان غير واحد بس اصيب بشظيه او حاجه زي كده يعني. فطوال الوقت احنا عارفين موقف ايران، ايران لن ترد وهو ده الرد بتاعها. الرد هيبقى عن طريق حزب الله برضو محدود عن طريق الحشد الشيعي في العراق زي ما حصل النهاردة هجوم على القاعدة الأمريكية في عين الأسد في العراق. الرد هيبقى عن طريق الحوثيين في اليمن، عن طريق سوريا بعض القوات التابعة لحزب الله أو لإيران في سوريا بس كده، لكن مش هيبقى الرد عن طريق إيران نفسها. وإيران هترد ليه؟ ما هي عندهم دماء الفلسطينيين اللي بترق كل يوم، هم بيعتبروها رد. هم مش قالوا على 7 أكتوبر دي رد على اغتيال قاسم سليماني؟ يعني 7 أكتوبر دي العقب اللي نتج عنها مقتل 50,000 فلسطيني حتى الآن اللي معروفين، لأن ممكن يبقى في آلاف تحت الأنقاض لم يعرف مصيرهم فين حد، غير جرحى حوالي 100,000. هو الانتقام لمقتل شخص يموت قصاده 50,000 شخص تاني؟ ايه الاهداف من التصعيد الاسرائيلي الاخير؟ احنا يمكن ابتدينا اللقاء استاذ خالد بان اسرائيل صعدت بالاساس على الجبهه الفلسطينيه في قطاع غزه، الجبهه اللبنانيه، الجبهه السوريه في الجولان، لكن هذه المره ابتدى يبقى في مناحي اخرى يتخذها هذا التصعيد. يعني هل تملك اسرائيل رفاهيه هذا التصعيد سواء اقتصاديا او بالنظر لازمتها الداخليه الطاحنه والانتقادات اللي بتكلل نتنياهو ووضعه المهتز جدا، ام ان يعني هناك اهداف اخرى حقيقيه غير معلنه هي التي بالفعل دفعت اسرائيل او بين قوسين نتنياهو تحديدا يعني كي يتخذ هذه القرارات العنترية اللي ربما تكون يعني بيختتم بها فترة حكمه؟ إسرائيل لا تملك رفاهية التصعيد، لكن نتنياهو في المقابل لا يملك رفاهية إيقاف الحرب أو عدم توسيع الحرب. حاول حضرتك ليه؟ هل هي مرتبطة بحماس وعدم السماح لها ببناء مقدراتها من جديد؟ لا، أو أن يكون لها دور في إدارة غزة؟ لا خالص، إسرائيل ما عندهاش مشكلة على فكرة أن حماس تستمر وتظل وتبقى علاقات طيبة ويرجعوا ياخدوا فلوس تاني وسلاح تاني، ما عندهمش مشكلة. إسرائيل منذ قيامها إلهاء عن الإخفاق لا حرب غزة. حقول لحضرتك، إسرائيل منذ قيامها هي لا تستطيع أن تعيش إلا في محيط مضطرب. يعني حتى كل الحروب اللي أشعلتها إسرائيل سواء في بالمشاركة مع فرنسا وبريطانيا على مصر سنة 56 أو منفردة سنة 67 أو ما يعني طبعا سيبك من هزيمتهم في أكتوبر 73 دي المعركة الوحيدة اللي اتهزموا فيها، وحرب الاستنزاف طبعا اتهزموا فيها، لكن هي طوال الوقت عايزة المحيط بتاعها مشتعل. هي لا تستطيع أن تعيش إلا في وسط مضطرب، لكن ما تقدرش تعيش في وسط مستقر لأنه لا مستقبل لهذه الدولة المصنوعة للعيش في وسط مستقر وفي حالة سلام طوال الوقت. هو لما نعود نرجع للأول، احنا دايما اللي ما نتكلم مع بعض نقول لك هات من الآخر، لا لكن مهم برضه نجيب من الأول، هات من الآخر مقصود بها اختصار الكلام، لكن ما ينفعش أجيب من الآخر وأسيب الأول. هو حماس صنعت إزاي؟ حماس صنعت من أجل تعطيل التفاوض الفلسطيني أو التفاوض العربي الإسرائيلي، ويعني تم تغذيتها ودعمها بعد اتفاق أوسلو من أجل أن تسقط هذا الاتفاق، لأنه اليمين الإسرائيلي والأحزاب القومية الإسرائيلية ما كانتش موافقة على ما ذهب إليه رابين في هذا الاتفاق، وبعد كده اغتالوه زي ما حضرتك عارفة طبعا، لأنه التطرف
بيزداد في المجتمع الإسرائيلي. وانتوا شايفين احنا دلوقتي ان بيغذي، انا بتكلم الكلام ده من 30-40 سنة، لكن أيوة. دلوقتي ازداد اكتر تقريبا معظم الشباب الإسرائيلي اصبحوا متطرفين، لان هم طول الوقت شايفين قادتهم إتمار بن جفير ولا سومتريتش ولا نتنياهو ولا يضربوا نموذج ومثال، ولا الحارديم اللي بيرفضوا يدخلوا الجيش لكن ما يرفضوش يقتلوا المصلين في المسجد الأقصى. لا، طول عمرهم هم بيزدادوا تطرفا. وفي الجانب الآخر احنا برضو بنزداد تطرفا، ما يعني ما أنكرش ان احنا أيضا ازددنا تطرفا في الخمسين سنة الأخيرة. العالم في الحقيقة مقبل على فترة صعبة جدا. نرجع بقى بعد السابع من أكتوبر قيل إن الأسطورة الإسرائيلية تحطمت. هل إسرائيل بعملياتيها الاغتياليتين الأخيرتين هل هي ردت بنفس الطريقة أنها ضربت هيبة حماس باستهداف يعني الرجل الأول فيها سياسيا، وضربت إيران في مقتل سواء باستهدافها الكادر المهم بها شكر أو باختيار إيران لتكون موقع لهذا الاستهداف؟ هل أعطت الرسالة المضادة لهذا القدر من القوة؟ لا خالص خالص، لأنه أول الاغتيال عمل خسيس ممكن يقوم بيعيل بسكينة في الشارع، يعني مش عمل دول، يعني الدول لا تقوم بالاغتيالات. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هيبة إيران تضعضعت من اغتيال هنية داخل منزل آمن في العاصمة طهران وتابع للحرس الثوري، لكن هذا لا يفيد إسرائيل في شيء، بالعكس هذا ضد إسرائيل وضد مستقبل إسرائيل. بس خلينا متفقين على حاجة، إنه إسرائيل أصلا دولة لن تعمر كثيرا، يعني لأنها أقيمت زي أي حاجة اتعملت بالغلط أو أي حاجة اتعملت غصب عن الناس. إسرائيل دولة لن تعمر أكثر من يعني بالكثير 20 سنة تاني، اللي مش هتكمل 100 سنة يعني. وربنا سبحانه وتعالى قرر ده، يعني واضح أن إرادته التي لا نعلمها مقررة هذا الأمر، وعشان كده بعت لهم نتنياهو وبن جفير وسومتريتش وكل هؤلاء المتطرفين. فمفيش فايدة واحدة من اغتيال لا فؤاد شكر في لبنان، ولا قبل منه كل صالح العروري وغيره أخير. ولا من اسماعيل هنية، لانه هذا لن يوقف الحرب. هو انا كان ممكن اتفهم اسرائيل عملت كده واقول ان يعني غصب عنهم، لو ده كان هيوقف الحرب، بالعكس ده هيزيد الامور اشتعالا، واحنا شفنا النتائج اللي ترتبت على اغتيال اسماعيل هنية وفؤاد شكر. لكن اسرائيل وهندخل في دائره مفرغه من العنف، هندخل في دائره مفرغه من العنف والاغتيالات اسرائيل ترد بالظبط في هذه الدائره. ده اللي عاوزاه اسرائيل، او ده اللي عاوزه اخيرا وسريعا الحكومه الصهيونيه في اسرائيل. السيناريو الاكثر ترجيحا في جمله، السيناريو الاكثر ترجيحا، انا لا اعتقد انه ايران هتدخل في حرب مع اسرائيل، هتدخل في حرب عن طريق اذرعها او ما يسمى بأذرعها في المنطقه، الحوثيين وحزب الله والحشد الشيعي في العراق وفي سوريا أيضا، وعن طريق حماس. والعالم مش هيسمح، أعتقد لو في قدر من العقل لن يسمح لنتنياهو وعصابته بإشعال حرب إقليمية. والله قد تتطور إلى حرب بحكمة، إلى حرب إعمال العقل، إلى حرب عالمية. وأنا أعتقد أن اتصالات مصر واتصالات الرئيس السيسي النهاردة ببايدن وبالملك عبد الله وبآخرين تأتي في هذا الإطار، لأن طوال الوقت لأنه مصر رمانة الميزان، ومصر أكثر من ممكن أن يحترق من هذه الحرب القادمة. طوال الوقت مصر بتعمل على منع الوصول إلى حرب إقليمية. مستشار خالد الكيلاني المحامي بالنقد والكاتب والمحلل السياسي، بشكر حضرتك جزيلا. العفو يا فندم.